فجرت صحيفة الرياضية مفاجأة من العيار الثقيل عن مستقبل البرتغالي ليوناردو غارديم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال. وغارديم تولى تدريب الهلال في صيف 2021 ولمدة موسم رياضي واحد فقط مع أفضلية التجديد لعام آخر. وقاد المدرب البرتغالي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا، إلا أن النتائج شهدت تراجعا كبيرا على المستوى المحلي. وألمحت الصحيفة عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر إلى إقالة غارديم خلال الأيام القادمة، وأشارت إلى أنها أول من انفرد بخبر تعاقد الهلال مع ليوناردو غارديم، والآن هي أول من ينفرد بخبر إقالته. وأثارت المزيد من الجدل عن خلفية غارديم عندما قالت: من أول من انفرد بخبر عودة المدير الفني البرتغالي خورخي خيسوس؟ وفي وقت سابق كشفت عن أن الهلال يتفاوض مع خيسوس ووصفته بالمشخبطاتي للعودة إلى الفريق الأول لكرة القدم. ولقب المشخبطاتي أصبح يطلق على خيسوس بعد أن أقاله رئيس الهلال الأسبق الأمير محمد بن فيصل بحجة كتابته على الحائط عندما كان يقود الفريق الأول في عام 2018. وعندما قاد خيسوس نادي الهلال في عام 2018 قدم الفريق مستوى مبهر، بدرجة أن البعض اعتبر عودته بمثابة الرعب للمنافسين وخاصة النصر. وتساءلت الصحيفة في مقالها في النهاية: هل اقترب خيسوس من العودة إلى الدوري السعودي بعد رحيله عن بنفيكا؟ جدير بالذكر أن بنفيكا أعلن يوم الثلاثاء فسخ عقده مع خورخي خيسوس بالتراضي، وسط أنباء عن رغبة أتلتيكو مينيرو البرازيلي في التعاقد معه. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.